بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة النهاردة هنتكلم على الـ Performance of Feedback System. احنا خدنا قبل كده ان الغرض من موضوع الكنترول ان انا كل سيستم بيبقى ليه انبوت وبيبقى ليه اوتبوت. الاوتبوت ده لازم يبقى ليه مواصفات معينة المطلوب ان انا احققها او انها تبقى موجودة في السيستم بتاعي، عشان كده انا بعمل عملية الكنترول. طيب، عايزين بقى ندرس في المحاضرة دي المواصفات دي بقى نجيبها ازاي، يعني المواصفات بتاعت السيستم ده هنحصل عليها ازاي، اللي هي بيها انا هقول المواصفات دي تحقق الاوتبوت اللي انا عايزه المطلوب. عشان اذا كان في موتور بيشتغل زي ما قلنا قبل كده، سيستم او نظام مفاعل نووي شغال، دايرة كهربية، هل بتديني الاوتبوت بتاعي بالمواصفات المطلوبة ولا لا؟ طيب احنا بقى عشان نشوف موضوع المواصفات دي بقى هنعمل ايه؟ ايه الاجراءات اللي انا اعملها عشان اوصل للمواصفات دي وبناء عليه اقول والله السيستم ده الاوتبوت بتاعه ليه المواصفات 1 2 3، وبالتالي انا محتاج كنترولر او محتاج اعمل عملية كنترول لهذا السيستم بحيث ان الاوتبوت بتاعي المواصفات تحقق، المواصفات بتاعتي تبقى 1 2 3 وهكذا. طيب اي ريسبونس او اي سيستم، الاول انا بدخل له انبوت، بدخل له يونت ستيب او امبلس او بدخل له الرام، بتبقى دوال اسمها دوال للتست، ان هي ده بيبقى انبوت يدخل عندي وبيبقى فيه اوتبوت للسيستم. الاوتبوت اللي بيخرج بيبقى ليه مرحلتين، مرحله اسمها ترانزيانت ريسبونس خلاص ودي بتختفي مع الزمن، وفي مرحله اسمها ايه الستيدي ستيت ريسبونس اللي هي المرحلة الايه المستديمة او المستقرة خلاص. طيب احنا بقى هندرس المرحلتين دول، ايه اللي بيحصل في ترانزيانت ريسبونس وايه اللي بيحصل في الستيدي ستيت ريسبونس. يعني سيستم اهو دخلنا له يونت ستيب، فكان الاوتبوت بالمنظر ده، بلاقي الاوتبوت بيتأرجح، هو القيمة بتاعته مفروض تبقى اليونت 1، فلاقيه عمال يتأرجح ما بين فوق الواحد واقل من الواحد وهكذا. كل دي اسمها مرحلة ايه ترانزيانت، انتقالية، مرحلة مؤقتة لحد ما يوصل لمرحلة نهائية اللي اسمها ايه الستيدي ستيت. طب هل بيوصل للاوتبوت اللي انا عايزه 100%؟ لا، ما بيوصلش، بيبقى فيه فرق كده، فبالاخر بنسميه ايه الستيدي ستيت ايرور. احنا بقى هنشوف المواصفات بتاعت الاوتبوت دي نجيبها ازاي ونحسبها ازاي. التست سيجنال لسه قايلين عليهم ان انا ممكن ادخل على السيستم يونت ستيب، ادخل عليه الرامب، ادخل عليه البارابولي، كل سيجنال من دول بدخلها على السيستم بتاعي وبشوف الاوت مواصفاته ايه. لازم المواصفات بالنسبه لهذه السيجنالز تكون بقيم معينه. طب القيم دي اتحققت، يبقى السيستم ده اداؤه البرفورمانس بتاعه كويس كده ومظبوط ومقبول بالنسبه لي. طب ما حققش المواصفات دي، لا، يبقى انا ساعتها لازم اصمم كنترولر للسيستم ده عشان اخلي السيستم الاوتبوت بتاعه يحقق المواصفات اللي انا عايزها. طيب هناخد مثال او هندرس موضوع البرفورمانس ده على سيستم سكند اوردر، يعني ان المقام بتاعي من الدرجه الثانيه اس في S زائد 2 XZ أوميجا N، أوميجا N تربيع موجودة في البسط. ده هنا طبعا سيستم اهو، وادي الفيدباك، وادي الانبوت بتاعي R of S 1 على S اللي هي مين؟ تمام، اللي هي اللابلاس ترانسفورم بتاع اليونت ستيب 1 على S داخلة على السيستم اهي، وادي الاوتبوت بتاعي اللي هو Y of S. طب اوميجا ان دي اللي هي عباره عن ايه؟ دي اسمها الناتشرال فريكوانسي، الناتشرال فريكوانسي. طيب ودي اسمها ايه الاكزي دي؟ دي اسمها الدامبنج ريشيو او نسبه الخمد. احنا زي ما شفنا كده بيحصل نوع من الذبذبه كده او الاوسيليتنج، يعني السيستم الاوتبوت عمال يطلع وينزل يطلع وينزل لحد ما ايه ما يستقر. الخمد اللي بيحصل ده بيبقى اسمه ليه نسبة معينة وبيقاس بنسبة، وهنشوف بيتغير بناء على ايه اللي هي نسبة الخمد اللي هي الدامبنج ايه الدامبنج ريشيو. يبقى انا السيستم بتاعه بالمنظر ده قدام حضراتكم،
وادي الانبوت بتاعي ار اوف اس، وادي السيستم اهو سيستم من الدرجه الثانيه، والاوتبوت واي اوف اس. طيب انا هحلل المقام بتاعي اهو، يعني معادله من الدرجه الثانيه، ادي التحليل بتاعها اهو بالمنظر ده، وهنشوف بقى ايه، هنحسب او هنجيب المواصفات بتاع السيستم ده ازاي. قلنا اوميجا ان اسمها الناتشرال ايه فريكوانسي، ان اي سيستم بيبقى فيه بيحصل اوسيليشن جواه، السيستم ده الاوسيليشن ده بيبقى بفريكوانسي معين هو الايه الاوميجا ان، والدامبنج ريشيو زي ما ايه قلناها قبل كده. طيب لو الاكزي بتساوي صفر، لو الاكزي دي بتساوي صفر، يعني في المقدار ده اهو اهو اكزي اوميجا ان اكزي بصفر، يبقى اللي هيفضل لي مين؟ الاس زائد اوميجا ان اهو، ده اللي هيفضل لي اهو بالمنظر ده. طيب ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن ايه؟ لما اجي احلله اهو هيبقى اس تربيع زائد اوميجا ان تربيع زائد ناقص، يبقى ده هيبقى حل المعادله دي عباره عن ايه؟ ان هنا في اتنين بول اهو، بول موجود هنا الاثنين على الايه؟ على الجي اوميجا اكسس، جي اوميجا ان وادي ناقص جي اوميجا ان. كنا احنا قلنا زمان لو تفتكروا ان اس بتساوي سيجما زائد جي اوميجا زائد جي اوميجا. طيب وقلنا لو احنا موجودين على، لو سيجما بصفر واحنا موجودين على المحور جي اوميجا، يعني جي اوميجا ان وناقص جي اوميجا ان، بيحصل ايه؟ بيحصل اوسيليتنج. خلاص يبقى عندي البولز، البولز اللي هي اصفار المقام، والزيروز اللي هي اصفار البسط. هنا عندي في اصفار للمقام، هنا في اتنين ايماجينري عندي زائد ناقص جي اوميجا ان. طيب انا خلاص بقى ده كده في الاس دومين، لما اجي اجيب الاوتبوت هيبقى الاوتبوت عباره عن ايه؟ الواي اوف تي، لما اجي احول بقى بعمل انفرس لابلاس، هتبقى واحد، بجيب من الجدول هتبقى المقدار ده بواحد ناقص كوزين اوميجا ايه اوميجا تي، وهنشوف شكله عامل ازاي. طيب لو حصل بقى واكزي دي قيمتها من صفر لواحد، يعني ممكن نص، 2 من 10، 3 من 10، وهكذا، لو كانت قيمتها بكده يبقى ايه بقى المنظر هيبقى عامل ازاي اهو. يبقى لما اجي احلل يبقى البولز هتبقى ايه؟ كومبلكس اهم بالمنظر ده كده، مكانهم فين؟ مكانهم اهم اهو، ناقص اكزي اوميجا ان زائد ناقص جي اوميجا ان جذر واحد ناقص اكزي تربيع. طب المنظر ده لما عاوز بقى اجيب الواي اوف تي، اجيب اللابلاس ترانسفورم، هيبقى بالمنظر ده. المعادلات دي مش هنحفظها، بس هنبقى عارفين بالمعلوميه او تبقى جت منين. خلاص وهنشوف بقى الشكل السيستم او الاوتبوت بتاع السيستم بناء على قيمه الايه الاكزي، ده بنسميه اندر دامبد ريسبونس. طب لو الاكزي بواحد، لو الاكزي طلعت بواحد، لما اجي اعوض عنها هنا هتبقى اس تربيع زائد 2 اوميجا ان، كانت في اكزي بقت بواحد، يبقى اوميجا ان في اس زائد اوميجا ان تربيع. خلاص يبقى ده معناه ايه؟ ان هيطلع لي 2 بول اللي هو اصفار المقام هنا، موجودين فين؟ موجودين على السيجما اكسس، مفيش تخيلي بقى. خلاص وبتبقى بقيمتهم ناقص اوميجا ان. اجيب اللاب انفرس لابلاس، يبقى الواي تي هتبقى بالمنظر ده، وهنشوف شكلها عامل ازاي. نيجي بقى لو اكزي اكبر من واحد، اللي هي الدامبنج ريشيو، اللي هي الدامبنج ريشيو اهي اكبر من الواحد اهو بالمنظر ده، يبقى ده معناه هيروح طالع لي ايه بقى؟ هيطلع لي 2 بول اهم، مكانهم هنا بالمنظر ده على حسب قيمه اس 1 واس 2 اهو. ولما عاوز اجيب الانفرس لابلاس يبقى واي اوف تي هتطلع بالمنظر ده، وهنشوف رسمتها ازاي. انا برضو مش محتاج ان حضرتك تحفظ الايه المعادلات ده، هي انت بس تفهم تغير اكزي بيفرق معايا ازاي، اللي هي الدامبنج ريشيو. هنشوف بقى اللون الاولاني ده اهو اهو، ده الاوفر دامبت اهو، كل ده على حسب قيمه الاكزي، وادي الكريتيكال دامبت اهو، وادي الاندر دامبت اهو، وادي الاندامبت اللي هو اول واحد في الاول اهو اللي هو باللون الازرق. يبقى كل ده بيتوقف على قيمه مين؟ على قيمه الاكزي. طيب في بقى شويه تعريف مهمه كنا عايزين نعرفها
ونحفظها، وهي دي اللي ان شاء الله هنبقى مطالبين بيها. لما نقول ايه هو الرايس تايم، ايه الرايس تايم؟ الرايس تايم بقول هو الزمن اللي هيستغرقه الريسبونس بتاع السيستم عشان يوصل من قيمة 10 إلى 90% من قيمته النهائية، خلاص، او من 0% من قيمته الايه النهائية. طب البيك تايم، ايه البيك تايم؟ هو الزمن اللازم عشان السيستم يوصل لأول قمة، لأول قمة، تمام؟ طيب ايه البرسنتج اوفر شوت؟ البرسنتج اوفر شوت اللي هو اعلى قيمة، احنا قلنا في قيمة معينة اللي هي كانت 1، السيستم بيزيد عنها. طب يزيد لحد قد ايه؟ يزيد لحد قد ايه؟ لو وصل لحد بيك فاليو قيمتها ام بي وانا عايزه يوصل ل اف في، يبقى البرسنتج اوف اوفر شوت عباره عن ام اوف بي تي ناقص اف في اللي انا مفروض اوصل لها، ودي اللي وصل لها فعلا على الايه؟ على الاف في في 100. طب ايه هو السيتلنج تايم؟ ايه السيتلنج تايم؟ السيتلنج تايم ده عباره عن الزمن اللازم عشان الريسبونس بتاع السيستم تسيتل، يستقر عند قيمه معينه او نسبه معينه من الانبوت، يبقى يوصل لحد 2% او 5%، يبقى انا بقول والله السيستم ايه مستقر، خلاص الاوتبوت بقى مستقر، ده اسمه السيتلنج تايم. طب القانون بتاعه ايه؟ انا عايز بس نحفظ القوانين عشان نعرف نحل بيها المسائل. تي اس هتساوي 4 على اكس زي اوميجا ان، خلاص كده. طيب ادي بقى اهو اللي احنا قلناه، ادي الريسبونس بتاع السيستم، احنا قلنا مدخلينه ستيب يعني قيمتها 1 اهي اهي. طيب اللي بيحصل بقى ان الاوت بتاع السيستم بيحصل له ايه؟ او دامينج بقى، يفضل يطلع وينزل لحد ما يستقر يوصل القيمة الاوت اللي انا عايز اوصله، تمام. التعريفات بقى اللي احنا قلنا عليه، قلنا عندي حاجة اسمها الرايس تايم، الزمن اللازم من 0 لحد 100%، او من 1/10 لـ9/10، من مين؟ من القيمة اللي لازم اوصل لها، ده اسمه الرايس تايم. رايز اللي هو سان رايز يعني الشمس تشرق، اللي هو ايه؟ الصعود. طيب الاوفر شوت، قلنا الاوفر شوت انا مفروض اوصل لهنا اللي هو الايه قلنا عليه الاف في، وادي هو السيستم بيوصل لقيمه اكبر، اوفر شوت يعني اعلى من المطلوب اهو. فالاوفر شوت قلنا عباره عن القمه اللي انا هوصل لها دي ناقص القمه اللي موجوده اللي انا عايزه، ناقص القيمه اللي انا مفروض اوصل لها على القيمة اللي المفروض اوصل لها، الكلام ده في 100، دي اسمها الماكسيمم اوفر شوت. خدنا حاجة اسمها البيك تايم، البيك تايم عبارة عن ايه؟ زمن الوصول لأول قمة بيك، يبقى زمن الوصول لأول قمة بيك اهو اللي هو تي بي. خدنا زمن تاني اللي هو تي اس سيتلينج تايم، قلنا الزمن اللازم للوصول للريسبونس عشان ايه؟ يحقق 1 + دلتا، دلتا قلنا كام؟ 2/10 أو 3/10 من القيمة الايه؟ النهائية اللي انا لازم اوصل لها. يبقى دي التعريفات اللي احنا ايه؟ كل تعريف لازم نبقى حافظينه، التعريف عبارة عن ايه؟ او الزمن ده او القيمة دي عبارة عن ايه؟ والقانون بتاعها عبارة عن ايه؟ عشان اقدر احل مسائل عليه. طيب عايزين بقى نشوف التي بي اللي هي البيك تايم، الاوفر شوت، الرايس تايم، السيتلينج تايم، عشان اجيبه للاندر دامبد سكند اوردر سيستم. انا عندي سيستم اهو بالمنظر ده، لما دخلت الانبوت سيستم للانبوت سيجنال اللي هي اليونت ستيب 1 على اس في اللابلاس، كان الاوتبوت بالمنظر ده اهو، ولقينا ان الاوتبوت في التايم دومين هيبقى بالمنظر ده لما اعمل انفرس لابلاس. طيب تي بي عبارة عن ايه؟ مش انت احنا قلنا ان تي بي زمن الوصول لاول بيك، تمام. طب انا كنا بناخد تعريف زمان ان القمة يعني التفاضل بيساوي ايه؟ التفاضل بيساوي 0، ان انا لما يبقى اللي هو تفاضل الايه الدالة دي او السيجنال ده، يبقى انا كده عند البيك، عند القمة. فهشوف التفاضل اللابلاس الانفرس لابلاس للايه؟ للتفاضل بالمنظر ده كده اهو، يبقى اوميجا ان هتطلع كده، يبقى ادي القانون اللي حضرتك مفروض نعرفه اهو، T
تي بتساوي باي ان على اوميجا ان جذر واحد ناقص اكزي تربيع، حيث ان بتساوي صفر واحد اتنين تلاتة. هنعتبر ان ايه؟ ان ان بواحد، وبالتالي ده القانون اللي مطلوب من حضرتك عشان اما اقول لحضرتك احسب البيك تايم للسيستم ده لو دخلوا الانبوت عليه اللي هي كانت اليونت ستيب. تمام؟ بنلاقي طبعا من البيك تايم ان هو دالة في مين؟ في الاوميجا ان الناتشرال فريكوانسي والاكزي اللي هي الدامبنج ريشيو. طب عايز احسب الاوفر شوت. طب الاوفر شوت اول قيمه يبقى انا في الاول يعني اول قمه هوصل لها، تمام، القمه اكبر قمه هوصل لها قلنا ناقص القيمه اللي المفروض اقسم اوصل لها على القيمه اللي انا المفروض اوصل لها، وده الكلام ده يتضرب في 100. طب اول قمه دي قيمتها قد ايه؟ احنا انا عندي الواي اوف تي اللي هو السيجنال اللي هو قيمه السيجنال او الريسبونس بتاع السيجنال في الزمن. طب لما عاوز اقول والله قيمه اول قمه بتاعته هتبقى بكام، يبقى انا اعوض في التي في الزمن اعوض بقيمه مين؟ التي بي. يبقى جاي اعوض على في الريسبونس كده يوم يطلع لي ايه قيمه الايه البيك تايم، ان انا عوضت بقيمه التي بي. طيب لما اجي اعوض واختصر هلاقي ان البرسنتج اوفر شوت القانون اللي مطلوب من حضرتك هيساوي اي اس ناقص اكزي باي على جذر واحد ناقص اكزي تربيع. تمام كده؟ وخلي بالنا ان الاوفر شوت عباره عن داله في الاكزي بس مش في الاوميجا ان. طيب لو انا طالما هي هنا اكسبوننشال لو خدت لن للطرفين اهو يبقى اكزي هتساوي الكلام ده عشان اقدر اجيب الاكزي لو انا عندي الايه البرسنتج اوفر شوت. تمام كده؟ طيب نشوف بقى التي اس هنجيبها ازاي اللي هي السيتلينج تايم. قلنا ايه السيتلينج تايم ده؟ هو الزمن اللازم للوصول الى واحد ناقص دلتا، واحد زائد ناقص دلتا. دلتا اللي هي 2% من اللي انا اوصل المفروض اوصل له اللي هي قيمه الواحد. طيب هعوض بيها هنا كده، يبقى انا كده اهو بدل واحد هتبقى واحد زائد واحد واتنين من مية. هعوض هيطلع لي قيمة مين؟ التي اس بالمنظر ده. تمام؟ هنختصر هوصل ان التي اس بتساوي 4 على اكزي اوميجا ان. اهو ده القانون اللي انا عايز احسب منه ايه؟ السيتلينج تايم. وزي ما احنا شايفين هو عبارة عن معادلة في مين او دالة في مين؟ في الاكزي والاوميجا ان. تمام كده؟ طيب الرايز تايم عشان اجيبه برضو عن طريق حسابات اتعملت للريسبونس ده واتعمل له اناليتيك اكسبريشنز واناليسز، لقينا ان التي ار عباره عن باي ناقص سيتا على اوميجا دي. تمام كده؟ وهنشوف مسائل على القوانين دي وامثله ازاي نحقق ونجيب المطلوبات دي، لان هي الرايز تايم السيتلينج تايم الماكسيمم البرسنتج اوفر شوت والبيك تايم كل دي حاجات اللي هي المواصفات بقى بتاع البرفورمانس بتاع السيستم بتاعي اللي هي لازم يبقى ليها قيم محدده او معينه لازم احققها واوصل لها. طب ما وصلت لهاش يبقى انا لازم اعمل عمليه الكنترول بان انا اصمم كنترولر للسيستم ده عشان اوصل للقيم دي للقيم الايه المطلوب. طيب ادي الزاويه سيتا، الزاويه سيتا اهي بالمنظر ده. تمام؟ والزاويه سيتا لو الاقي بقى هي عباره عن موجوده زاويه موجوده في مثلث، المثلث ده الوتر بتاعه اوميجا ان والزاويه الضلع المواجه ليها اوميجا ان جذر واحد ناقص اكزي تربيع، و الضلع الثالث في المثلث ناقص سيجما اللي هي اكزي اوميجا ان. تمام؟ طيب عايزين نشوف تاثير الاوميجا ان دي، يعني الاوميجا ان لو اتغيرت تاثر لي على ايه في المواصفات اللي احنا قلنا عليها. طيب احنا قلنا لو اكزي يعني لو انا ثبتت اكزي اللي هي الدامبنج ريشيو مثلا ب 2 من 10 وطلع الريسبونس بالمنظر ده، ده ريسبونس عند اوميجا ان بواحد راديان بير سكند وده عند 10 راديان بير سكند، ها ايه اللي تأثر عندي؟
الرايز تايم اتأثر، والسيتلنج تايم اتأثر، والبيك تايم اتأثر، كل دول لأنهم دوال في الأوميجا. طب الماكسيمم أوفر شوت اتأثر؟ لا ما اتأثرش. لقيت بص ده زي ده، طب ما اتأثرش إيه؟ لأنه مش دالة في الأوميجا. طيب تأثير الإكزي، أنا ثبتت أوميجا إن أهو، ثبتت أوميجا إن، أدي هنا إكزي بواحد وهنا إكزي بسبعة من عشر، أهي أثرت معايا على الرايز تايم، أثرت معايا على الماكسيمم أوفر شوت، اللي هي المعادلات اللي هي فيها متغير إكزي بس. وده هنا برنامج إزاي بالاستخدام الماتلاب أقدر أجيب الإيه؟ التايم، ده اسمه التايم ريسبونس. تايم ريسبونس للسيستم ان انا ادخل انبوت يونت ستيب واشوف الاوتبوت بتاعي بالمنظر ده. طبعا هنا في قيم مختلفه لمين؟ للاكسي. هنشوف مثال. عندنا سيستم سكند اوردر. سكند اوردر يعني ايه؟ يعني المقام من الدرجه الثانيه اهو، اس في اس تربيع. السيستم ده ماله؟ الدامبنج ريشيو بتاعته 6 من 10 والاوميجا ان ب 5 راديان بير سكند اللي هي الناتشورال فريكونسي. اخد المعطيات في المساله واروح حاطط بقى كل حاجه، اكزي 6 من 10 طيب اوميجا ان ب 5 عاوز ايه؟ عاوز تي رايز تايم، وعاوز البيك تايم، وعايز الماكسيمم اوفر شوت، وعاوز السيتلنج تايم. خلاص؟ طيب وعاوز تمام كده؟ يبقى دي كل دي اللي هي مواصفات الايه؟ الاوتبوت. هنشوف هنحسبها ازاي. ادي القوانين بتاعتي نحفظها. بيك تايم تي بي هتساوي باي على اوميجا دي، هنشوف بتتجاب ازاي. ورايز تايم تي ار باي ناقص سيتا على اوميجا دي، اللي هو الايه؟ مش اوميجا ان، اوميجا دي اللي هي الفريكونسي فور دامبنج، مش الناتشورال فريكونسي. الماكسيم اوفر شوت اهو ام بي بتساوي اي اكسبوننشال اس ناقص باي اكزي على جذر واحد ناقص اكزي تربيع في 100. التي اس حسب بقى انت عايز سيتلنج تايم 2% ولا انه يوصل ل 4%. والله لو 2% يبقى تي اس هتساوي 4 على اكزي اوميجا ان. الرايز تايم زي ما خدناه قبل كده باي ناقص سيتا اوميجا دي. طيب هعوض اهو بالباي والاوميجا دي. اوميجا دي دي عباره عن ايه بقى؟ بتساوي اوميجا ان مضروبه في جذر واحد ناقص اكزي تربيع. يبقى الفريكوانسي بتاع الدامبنج هو عباره عن الناتشرال فريكوانسي مضروب في جذر واحد ناقص اكزي تربيع اهو. تمام كده؟ سيتا اجيبها منين؟ سيتا اجيبها منين؟ انا عندي اوميجا ان وعندي اكزي، ادي القانون بتاع السيتا اهي، هتطلع لي السيتا من القانون ده، اخدها واروح معوض بيها هنا. تمام كده؟ طيب يبقى سيتا هنا هتطلع ب 55 من 100 ثانيه. طب البيك تايم باي على الاوميجا دي اهو، عوضت طلع بالقيمه دي. طب السيتلنج تايم لو 2% عايزه يوصل ان السيستم يوصل ل 2% من القيمه اللي المفروض يوصل لها، يعني زائد ناقص 2% مش 2% زائد ناقص 2% يعني 1.2 من 10 ايه 1.2 من 100 او 98 من 100 كده. يبقى 4 على اكزي اوميجا ان اعوض، يبقى تي اس هتساوي المقدار ده 1.33. مجرد نحفظ القوانين ونعوض بالمعطيات اللي موجوده عند حضرتك في المساله. طب لو السيتنج تايم عايزه 4% يبقى البسط هيبقى 3 وعوض يطلع 1 ثانيه. طب الماكسيمم اوفر شوت اجيبه ازاي؟ ادي القانون بتاعي، اعوض بقيمه الاكزي اهي، قلنا الماكسيمم اوفر شوت ده ما فيهوش اوميجا ان. خلاص تطلع لي الام بي عباره عن 9.5%. وادي لو هستخدم بقى برنامج الماتلاب وادي له المعطيات دي هيقوم راسم لي الريسبونس بتاعي بالمنظر ده. يبقى ده البرفورمانس بتاع السيستم ده لما دخل له ايه؟ يونت ستيب، عشان كده بنسميه ايه؟ ستيب ريسبونس او تايم ريسبونس ناتج عن اليونت ستيب. المثال الثاني ده انا بعت لحضراتكم المحاضره، ف
هتراجع هتشوف المثال ده اهو سريعا، هتوصل للترانسفير فانكشن النهائيه اهي، وتعوض بالقيم اللي عندك، بحيث ان انا اقارن بقى بين انا دلوقتي دي الصوره العامه اللي احنا خدناها، قلنا دي الصوره العامه اوميجا ان تربيع على اس تربيع زائد 2 اكس زي اوميجا ان اس زائد اوميجا ان تربيع، دي الصوره العامه اللي احنا طلعنا عليها القوانين. الصوره العامه دي اقارنها بالسيستم اللي هو مدهوني، وبناء عليه اعرف كل حاجه ايه المقابل ليه، ايه يعني اوميجا ان تربيع بتساوي كي 2 اكس زي اوميجا ان هتساوي 1 زائد كي في كي اتش حسب طبيعه السيستم بقى المتغيرات دي عباره عن ايه. اهو اهو خلاص استخدم القوانين بتاعتي واعوض عشان اوصل لايه لقيم اكس زي اهو، وادي هنا وصلت القيم ايه اوميجا ان، يبقى اكس زي عندي واوميجا ان عندي اقدر اطلع قيم ايه المتغيرة بتاع سيستم اللي هي ايه الكي. يبقى هنا دي بالعكس هو مديني المواصفات بتاع السيستم، هرجع بيها تاني بحيث ان انا اجيب ايه بارامترات او مكونات السيستم بتاعي اللي هي زي الكي او الكي اتش خلاص. وادي المطلوب المتغيرات التانية، عايز يحسب السيتنج تايم الرايز تايم وهكذا، وده assignment نحله وان شاء الله نتناقش فيه مع بعض ان شاء الله. انا تحت امركم في اي سؤال ان شاء الله، طبعا معروف ازاي نتواصل مع بعض باذن الله، لو في اي سؤال انا تحت امركم، اتمنى تكونوا استفدتم، ولو في اي حد عنده استفسار ان شاء الله في انتظار استفساركم في اي وقت ان شاء الله على خير، وربنا يوفقكم وان شاء الله بالتوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.